مساء الخير. مساء الخير. من فضل حضرتك، كان في حجز باسمي سميحة سميح. ايه ده؟ هو حضرتك تقربي لبهيرة بهير وسميرة سمير بتوع الفيلم إياه؟ لا، أنا أهلا من بنات العام. أنا بحب الفيلم ده قوي قوي. أنا كمان. مدام نهلة، حضرتك اللي هتعملي السونار؟ أيوة، لحظة واحدة. لسه بدري يا مدام، مش هتقابليه دلوقتي، لسه قدامه حالا. نرش على سبيل الاحتياط. على راحتك يا مدام. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. شكرا. تحبي تشربي يا فندم؟ لو ممكن قهوة مظبوطة. بس القهوة يا فندم مضرة على الجنين. جنين؟ أيوه. معلش، مش مشكلة. ميرسي. نجيب حاجة فريشة كده؟ أوكي، ميرسي. تسلم ايدك يا دكتور. ان شاء الله حضرتك تمشي على الدواء ده. ده مرتين، ده ثلاث مرات، ودي حقنه مره في الاسبوع. لو حصل اي حاجه كلميني وانا بتعمل ايه. هو انت لسه ما بتبصليش وانا بكلمك؟ ميرسي جدا، نورتينا يا فندم، نورت في عيادتك. وكمان بتتكسف؟ يا اختي عليك. باي باي. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كملها معانا بالستر يا رب. البرفيوم ده مش غريب عليا. مدام سميحة سميحة يا دكتور. سميحة سميحة مين؟ اتفضلي يا مدام. سميحة سميح. لابسة جوتشي وحاطة جوتشي. هاي يا دكتور. هاي يا عفة. لابسة جوتشي وحاطة جوتشي. شفت بقى ان انت لسه فاكر ريحة البرفيوم بتاعتي؟ عفة. ايه؟ لا اهدي 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 شوية. اللي حصل في المستشفى مش هينفع يحصل هنا على جثتي. ده مكان اكل عيش. بص يا حبيبي، المرة اللي فاتت عرفت تجري مني وتهرب عشان كنت شاربة حبة صغيرة، بس طبعا مش زيك لما كنت شارب كوباية عند. بس يا ماما خلاص وطي صوتك. لو انت جدعة بقى تعالي لي في اليوم ده. نفسي اعرف راح فين. هو ايه يا حبيبي؟ أنا جيت لك الخميس. أنا جيت لك الخميس ونمت الخميس وصحيت عندك يوم السبت، يوم الجمعة اللي هو بتوينك ده. راح فين؟ أنا يا حبيبي لقيتك عندي يوم الجمعة بالليل. ماشي، والجمعة الصبح كنت فين؟ أكيد يا حبيبي كنت بتقعد مع واحدة تانية. بقعد؟ ليه؟ وأنا عملت معاك إيه الجمعة بالليل؟ وليهم في كل شق ثعبان واللدغه منهم والاب. يا بنت ما تخافيش ما تخافيش، انت معاك فلوس، فلوسي كله. دوم في بيه افريد. تعالى فلانك يا معلم. تقلي حبسك يا الكاوتش كده. خرمه يا معلم. خرمه تسمى لاتوش. كل ما حط ايدي عليها انا في حته ثانيه. الواد مخه خفيف شويه عامل ايه؟ بقول لك ده راجل ما يسواش ثلاثه نكله. معاك مرمطنا في الحاره ودخل عليا البدرون وانا صلت ملح. بقول لك دول ناس فدنا خالص. بس الناس دي روحها في ايدينا يا بريزه، خدي بالك يعني. والهرمان اللي هم فيه ده كله واقف على عودين كبريت، واحد سمعه والتاني صين. احنا قافشين في واحد، لو عضوا معانا هنخليهم برجل واحده. ماشي يا اخويا، خليني وراك. يعني كان ابويا اللي مات برجل واحده. اتس اوكي يا برازرز. عارف يا اختي، مع ان انا ما بفهمش منك ولا كلمه، انما بحس بافتخار كده هوت وانت بتكلم اسمه ايه افرانجي. طب بالمناسبه دي بقى، انا هصارحك بحاجه عمري ما قلتها لك قبل كده. بجد؟ ايه قول. انت هبوس ايدك. هقول اهو.
الانجليزي اللي انا بتكلمه بطلاقه ده كله انا ما اتعلمتش منه حاجه، ده خلقه ربنا مولود بيه. اه والله هو ده اللي انت كنت هتقوله لي؟ اه ده بس؟ مفيش حاجه تانيه؟ لا 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 مفيش حاجه تانيه. اديني الصبر يا رب. يا الصراحه دايما بتزعل كده ولا ايه؟ كمان ماشيين ناس ورايا صوروني في الفيديو ده، وصلني لحد الحفلة عالم. وقع في ايد مين تاني؟ انت هتضيعينا كلنا باستهتارك ده وتضيعي تعبنا معاكي. ليه؟ هو انتوا بتعملوا ايه طول الوقت؟ غير نازلين كذب وفشل على الناس علشان سيادته يبقى رئيس جمهوريه وحضرتك سيده مصر الاولى. قاسي بس يا ميار، اول مره تمدي ايدك عليا. والله لو ما نميتي نفسك لحد الانتخابات ما تخلص لحبسك في اوضتك هنا زي الفئران. انت سامعه؟ انتخابات ايه وزفت ايه؟ انا عايز اعرف ايه علاقتك بالراجل ده؟ عجبني داخل مزاجي، حد له شغل في حاجه؟ سامع كلام المستفز؟ انت باين عليك عايزه تتربي من اول وجديد. يمكن. اما الراجل ده بقى ايامه سودا معايا قدامي. المعلم واقع على حل اصلي. هو من جهه واقع من العاشر وحياتك. استني انت بس يا بنت خالتي، خلينا نسمع الدولار. سمعهم وحياتك وقسم على السجاد. انتوا جايين تهزروا يا جماعه؟ انتوا جايين تهزروا وانا في ورطه؟ انا في ورطه وانتوا السبب فيها. لا ما احنا بنحصر لك الجمجمه يا قبطان. صب يا معلم بقى وخلصنا. احنا هنعيد اليوم زي ما هو. ما احنا كده هيسقط مننا يوم تاني. ولا ايه يا بنت خالته؟ بنت خالته مين؟ الله، ما احنا لازم صدقوني واحد فينا لازم يكون فايق صح يعني عشان يشوف بنعمل ايه ويعجلنا. يمكن نوصل. والله ما فاهم ولا كلمه من اللي انت قلتها، بس فكره نجرب. كده محدش فاهم حاجه. اسود بس، ده انا هخليه يشوف الوان الطيف كلها مضروبه في الخلاط. الحلو في الموضوع يا دكتور ان احنا بعيد وبنتفرج، والراجل اللي اسمه ربيع ده واصل اول فوق وسيته عالي اول من دول، يعني الف من يتمنى يخدمه في التخليه وخلافه. سيبه يتلاقي عننا شويه لغايه ما احنا نظبط شغلنا. بس يا دكتور انا قلقان شويه من اللي اسمها صفوه دي. اشمعنى يعني؟ حتى مناخيرها في كل صغيره وكبيره. الست دي لازم لها سكه يا دكتور. لا 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 لا، سيبك منها خالص، ركز انت بس مع ربيع رجائي واللي هيعمله في صاحبنا. عموما انا هعدي يومين كده واروح له، لو ما عملش حاجه هروح وهدده. لا تروح ولا تهدده، انت كده ليك زياره تانية. زياره تانية ليه يا دكتور؟ تمن الصور والفيديو. ايه احنا مش هنرزق احنا كمان ولا ايه؟ احنا في ايام الدافع في الفضايح فوري كده ولا ايه يا دكتور؟ لساني مش قادر يقول لك يا دكتور. يلا يلا يا مرتضى. بتنط مراحل بسرعه قوي. مراحل ايه اللي بنطها؟ انا بحبك وعايز اتجوزك، واظن ده واضح بقاله كتير قوي. بس احنا لسه مقربين بقالنا فتره قليله. انا ما بفهمش في الكلام ده يا صفو. انا اللي اعرفه بحبك يعني اتجوزك. بس انا بخاف من الاستعجال ده يا غازي. يا ستي خد الفرصه اللي انت عايزاها، بس على الاقل نعلن الخطوبه. اجي ازورك.
وانا صحيح لما اجي اتقدم لك حاجه اقعد مع مين؟ هبقى ابعت لقرايبي اللي من بعيد ويقابلوك. طب خلاص ابعت لهم بقى. وانت ايه اللي خلاك مستربع على الجواز كده فجاه؟ ما احنا بنتكلم بقالنا شويه وما لمحتش حتى لفكره الجواز. فجاه كده عايز تعلن خطوبتنا؟ مش غريبه دي؟ هو ايه الغريب في كده؟ يا صفا انا بحبك من زمان ولما لقيت الوقت بقى مناسب عرضت عليك الجواز. معلش اديني فرصه افكر شويه. حاجة واحدة بس من اللي ضربوها دي كافية انها تنسفني. تبنى الى الله. ما بتعرفش تتوب انت. يا بنت اتلم يا بنت. الف بعد الشر عليك يا حبيبي. بص عليك يا عمر كنت خدتني معاك اتفرج. فرنك. يا دماغي. صداح هيفرتكها. فرتكها. حتى وانت مش في وعيك بتعك حسبنا الله ونعم الوكيل. يا نصب. نصب وعي ولا من غير وعي. ما هو كله مبسوط فيه واخرته قفشه في ظهر الدماغ. تفتكر انا اكون عملت ايه من المصايب دي كلها؟ اكيد ما جريتش ورا الستات بالفانيلا. يا نهار ابيض طبعا. لا يا دماغي. يا فانيلا. كفت بس يا بنت بدل ما اقوم اعدلك تلمي. مش عارف الا كنتش نمت على الرصيف ولا كنت فضلت على هدومي وسط الناس؟ معقوله؟ شفت اها اخره المشي مع زباين جهنم. انا قلت له بلاش الفرع قال لي نجرب. ما هو كله من اول كاس يا مندوب ابليس. خلاص بقى يا عمر مكبر دماغك ما اللي حصل حصل. بس خلصنا. السفريه للبلد دي هتنسيك كل القرف اللي حصل. كل كل يا حبيبي انت ما كانش حاجه خالص. حطي لي طب وانا اهو خرابي. مش من هو يعني. ألف مرحب بريحة الغالية. نسيوا أهلهم وفاتوا أرضهم. كفاية تأنيب بقى يا خالد الناس والله. إيه يا خالد؟ كلكم تقولوا أدان. خلاص اكتفينا. إيه نعم؟ لا مفيش. صبحة بتسأل عليك ياما. صبحة اللهم صل على النبي. صبحة وهي صبحة فريش كده الله أكبر. قلب أبيض وش طازة. أورجانيك يا أورجانيك. بتنجانة؟ اتفضل. اللهم صل على النبي. يا بنت خرطت البنات خرطك يا بنت كده وبقيتي بسم الله ما شاء الله الله اكبر الله اكبر. طيب الله اكبر اللهم صل على النبي. تعيشي قبل اكتفين يا اخي على قبل اكتفينا. قمر يا اخي قمر. قومي يا صبحه دواء الدكتور عمايل ايد. قومي يا حبيبتي قومي. عمايل ايد يا شيخ. ايه الفراخ والحمام والبطاطس اديله بطاطس. جميله جميله من عيني. اللهم صل على النبي. اتفضل يا دكتور. يا دكتور شفت دكتور دي حلوه قوي دكتور دي. كبرتي يا سما وبقيت عروسه. هاي هاي ردي عدل ردي عدل. ايه شيل البتاع ده من ودنك شيل. انت عارف يا خال طول ما احنا ماشيين وعمر عمال يقول وحشنا قوي بيت خالنا يا سلام ولا اكل صبحه وجمال وحشني قوي قوي قوي. انا قلت كده؟ ايوه قلت كده. قلت انا قلت اكتر من كده يعني. قلت جامد والبطاطس والكنافه والبقلاوه. قول يا حبيبي انا كنت عمر ما كنتش مصدق انك هتنورني يا صحافه بصراحه. ولا انا بتقول ايه؟ ولا انا كان ممكن اضيع فرصه زي دي ابدا. يا مرحب يا مرحب. بقول لك ايه؟ انا مش مطمن خالص الست اللي في النص دي خالص. ناوي تدبسك وتلبسك اسود. لا لن يحدث ذلك ابدا. افلح ان صدق. بتنيله مستكمل الاكل قبل ان يبرد. هيا بنا اذا. ياه تحس كده ان الواحد فك وراح راح على الاخر. الجلابية دي الهوا هنا منعش منعش ريحته مختلفة والشمس حتى لسعتها دافية كده مش اللي بتحرق بتاعتنا دي.
جنب صحيح، بس للأسف البني آدم اختار التفاحة وخرج من الجنة، وانت كلها يوم ولا اتنين وهتزهق وتمشي. من ساعة ما حطيت رجلي هنا وانا عندي احساس غريب اوي، شبه الاحساس اللي جالي وانا في الحج، احساس رجعت بعديه مصر اني اتغير وعايز ابدا صفحه جديده مع الدنيا. وانا مصدقك بجد والله. والله العظيم. اصل انت عارف دي اول مره اقعد مع حد يبقى مصدق ان انا اتغيرت. والله العظيم انت حاسس ان انا اتغيرت. طب قولي والله. اصل انت يعني انت ما قعدتيش معايا غير ساعتين ثلاثه. في حاجات كتير ما بتتحسبش، بتتحس بس. انا ليه حاسس ان انا اول مره اشوفك؟ عشان كان في زحمه قصاد عينيك خبلاك. انت عارفه القعده اللي قاعدينها دي ليه؟ عارف والله عارف. انت خبيث بقى. قلبك القعده دي عشان مشتري حته ارض ورا هنا. والله ناحية شمال في مين كده. بس انا جلجان يا كتفين. ليه بس يا خال قلقان من ايه؟ ده ربنا بيقبل التوبه، هنيجي احنا يا عباد ونقف قدام صاحبها، وبعدين الحمد لله ربنا بعده عن كل شياطين الانس والجن، مش كده ولا ايه يا عم حافظ؟ طبعا الحمد لله. واحنا بقى بصراحه نفسنا كده في واحده جميله زي صبحه نكمل بيها نص دينه. اللي يطلق ليلة دخلته ملوش امان يا بنتي. يا خال ما انا حكيت لك كل الظروف، ومش يمكن ربنا بيقطع من هنا ويوصل من هنا علشان تبقى صفحه من نصيبه واسمته؟ ايوه. وبعدين عمر ما شاء الله صحيح هو فلاتي وبتاع نسوان وما يتأمنلوش. ايه يا عمي ده؟ ايوه لسه. انما ايه؟ شوف عمر يعرف نسوان بعدد شعر راسه. عم حافظ ولو في كل خراب عفن يا عمي، ودير الكلب عمره ما يتأمن. يا نهار اسود. وطبعا كل الحاجات دي عملت له مصايب كتيره. يا عمي ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ سيبيه كمل يا اكتفينا، قول يا صحافظ قول. أيوة. يكمل ايه؟ وبعدين بس عمر برضو ما تنساش انه دكتور قد الدنيا، اشهر دكتور امراض نساء وعنده عياده. اه والله. لا وشريك في عياده كبيره، مستشفى. مستشفى مستشفى كل عضو في الفلق. انا ما بحسدوش، انا بقول كلام الخلاصه فيه. ليه بقى؟ عشان احب اقول اللي له واللي له. عايز توصل ايه يا صحافه؟ عايز اقول مين فينا، مين فينا ما غلطش، مين فينا ما ارتكبش اخطاء؟ انا هو قدامك تاريخ في الغلط. اللهم صل على النبي. الله اكبر. ربنا يحميك. اسلم فمك. اسكت بقى اسكت خالص يا عمي كده خلاص. الحمد لله الحمد لله. قلت ايه بقى يا خير؟ قلت ايه بقى؟ ولو. انا جايه كده وكل امل ان ربنا يتمم الجوازه دي على خير. وطبعا بعد اللي انا قلته لك ده بقى ما تقدرش ترجع في الكلام. الله يكرمك. ولو لعب بديله كده ولا كده اخوكي زي ما احنا عارفين. يا نهار ابيض. بص عندك اهو كلنا بربطه المعلم، اعمل فينا اللي انت عايزه. ايوه اعمل فيهم اللي انت عايزه. ليه بقى؟ يعني نبعد بقى نجيب لبس الفرح. خلاص يبقى نعمل خطوبه في الاول، وقدام شويه شهر ولا شهرين كده نعمل الجواز. خلاص على خيرة الله. اشرب ايه؟ الشاي. قلت عنك كلام يا رب يكون من نصيبك.
الساعه. لا الساعه شربات على الناس. شربات شربات. انا ما بحبش الشربات. شربات يعني؟ لا ايوه انت مش عارفه مصلحتك. بلاش شربات. ايوه بلاش شربات. نعين شربات. اجلس يا سيدي. عايز اعرف مين الدكتور عمر النواوي. في ايه يا سعاده الباشا؟ دي فرح بنتي ولا جوز بنتي. ما تاخذنيش يا حاج. مين فيكم الدكتور عمر النواوي؟ اهو الدكتور عمر النواوي. اللي قال لك اهو اهو. حضرتك الدكتور عمر؟ ايوه ده الدكتور عمر النواوي. ما تزقيش. اتفضل معايا. انا دكتور عمر النواوي. خير على فين؟ معانا امر من النيابه بالقبض على الدكتور عمر. طبعا كان لازم يجري. وبعدين انت مش فاهمه بقى ابن عمك عمل فيه ايه. اداله حته دين علقه اخد بعضه ورهوان جري. وكان معاه واحد غريب كده بس قفشوه. وعملوا فيه ايه؟ وانا ايش عرفني. انا المهم عندي ان هما مسكوا في بعض وجريت عليكي بسرعه عشان الحقك اشوفك فيه ايه. لقيته بيقول له ان هو كان جاي يبرر نفسه. تصدقي شكله فعلا ملوش دعوه بحكايه الحادثه دي. وتصدقي برضو انه شكله لطيف قوي. بصراحه انا كنت فاكره اكبر من كده بكتير. اكبر ولا اصغر؟ احنا هنتجوزه او راح لحاله. انا دلوقتي بقى في المصيبه اللي انا فيها مش عارفه هخلص منها ازاي. يا بنتي هو انت مش قلتي لي ان باباكي؟ يا نهار اسود. لحسن يكون قريبك عارف ان انت هنا. يا بنتي قومي افتحي الباب. بقول لك افرضي قريبك. ما تخافيش يا سلمى قومي افتحي الباب. انت متاكده؟ ايوه متاكده. قوم. حاضر هفتح الباب. الشيخ عرفان ازاي حضرتك؟ لا تاخذيني يا سلمى يا بنتي اني جيت في وقت متاخر. خالص يا عمي حضرتك تشرف في اي وقت. لا تخافي لمار هي اللي قالت لي انها عندك. لمار؟ انت تفتكري ممكن تعدي ليله من غير ما الحاج عرفان يعرف بنته فين؟ ما بقاش تربيت ايده. اتفضل يا بابا. اتفضل. وحشتني قوي. لكن انا عاتب عليك. كيف تسيب المستشفى بالطريقه هذه؟ قلبي كان هيتخلع يا لمار لحد ما كلمتيني في التليفون. لساكي تعبانه يا بنتي؟ ما تقلقش عليها يا عم، هي بقت زي الفل. وانا كلمت الدكتور الصبح وقال لي ان هي بقت كويسه جدا. انت عارف يا بابا ان لا يمكن اكسر لك كلمه ولا يمكن اخرج عن طوعك. ولا لما اتاكدت ان الجوازه دي مش جايه على هواك زيي عملت اللي انا عملته. ربنا يخليك ليا يا بنتي. ويخليك ليا يا بابا. ارجوك يا بابا متعب ده لازم يفهم ان احنا اولاد عمه بس. ما ينفعش بعد ما بدات انجح ارجع اتلخم تاني. ولد عمك هيتجنن مش عايز يعديها بسلام. طول ما انت في ظهري انا مطمنه يا بابا. ربنا يجيب العواقب سليمة. خبر القبض عليا في الفرح اتشهر في كل حتة. أنا مش عارف مين اللي بينخرب ورايا وعايز يأذيني. دي ضريبة النجاح يا دكتور. وهي العملية بالسهل وكل ما تنجح أكتر كل ما الأعداء يزيدوا. أنا مش عارف حبر المرضى بتوعي بعد كده بأني وش. وش إيه؟ المصيبة بقى لو نشروا حكاية البت اللي قالت انك كنت بايت عندها. تبقى مصيبة. انت معايا ولا مع الاعداء؟ عليا بنورك. انا عملت لك الفطار بايديا يا دكتور. يلا حطي للدكتور ودغوري في 60 داهية. يلا انك انت عنك انت. ايه ده؟ للدكتور للدكتور. اوعى ما تمشي. مش لما نعرف الحكاية الاول. ما
خلاص خلاص انا اسفه اسفه من غير كل. ومين ليه نفس بس يا تينا؟ ايه كف الله الشر، في ايه مالك؟ قولي مين اللي زعلك على الصبح عشان اخنقه؟ انا قلت له، قلت له بلاش تكبر الموضوع. ايه يعني لما يتنشر في النت ان اتمسك يوم فرح وعادي؟ ايه اتنشر على النت؟ لا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. معلش يا حبيبي، شايف الناس ناس؟ اعوذ بالله اعوذ بالله، ناس شر جوهم سواد كارهين انك تكبر وتنجح. استغفر الله العظيم، بس معلش ربنا ان شاء الله يرد كده. ما انا قلت كده برضه، لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده يا عم؟ ده يا عم حافظ ده انت الزهر عليه امبارح عملت لك تربنا. انت لو كنت شفت شكله جاي، شكله موت من الضحك. موت من الضحك، ما انت ما شفتيش كل واحد فيهم كف ايده طلع لها توأم يهفين الألم. عارف زي من دول الساعه. بركه يا عم حافظ اللي جت فيك انت، وربنا نجيك انت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما انا رحت مصدره هو في الاول وياخد هو يقابلهم هم الاول، وانا رحت واخدها جري جري. بس وانا بجري بقى خبطت في حته واحده. اهلا. امشي يا بنت غوري اعطاني بودنك. واحده اهلا. مش اللي في بالك يا تينا، مش اللي في بالك. انا وانا بجري لقيت واحده بتجري هي كمان قدامي، فضلت اجري وهي بتجري، ولما وصلت العربيه ببص لقيتها قاعده جنبي وفضلت تلح عليا ان اطلع بيها، ولما وقفت شفت واحده تانيه، انما انا متاكد اني شفتها قبل كده. اه انتوا معايا؟ اه معاك، حتى بالأمارة واحدة تانية. ايوه مش بقولك اهلا. مش اللي في بالك خالص يا تينا، دي واحدة تانية خالص، انما كانت بتجري من بوليس وعربية بوكس، انما خدوها برضو. انتوا معايا؟ لا يا عمر، لا يا اخويا يا حبيبي، انت تعبان. خش نام، خش نام لك شوية. يلا فيها يا تينا، هم محدش مصدقني ليه في اي حاجة بقولها. لا مصدقينك مصدقينك، بس طب اسمع، انت مركز معايا؟ مركز معاكي. طيب الست اللي كانت بتجري الاولانيه اسمها ايه؟ الاولانيه اللي كانت بتجري في معايا في المستشفى. ايوه اه، قالت اسم غريب كده. ها مش فاكر. ايوه الاولانيه اسمها مش فاكر. التانيه بقى اسمها ايه؟ التانيه اللي كانت بتجري من البوكس. اه دي بصراحه مش فاكر. طب يبقى اتحلت، الاولانيه مش فاكر والتانيه مش فاكر، يبقى الاتنين اخوات ربما. بقول لك ايه، انت تخش تاخد دش سخن، ها تلات ايام تنام تصحى تلاقي نفسك فرش. دش ايه وتلات ايام ايه؟ انت فاكرني بخرف؟ ربما. تبنى الى الله. الاستاذ زينهم جنح المحامي، خليه اتفضل يا ابني. قلت لي بقى حكايه اسم باليزا ده ايه؟ اسم دلع يا باشا. هو اشمعنى يعني احمد بيقولوا له يا حماده، ولا حسن بيقولوا له يا صوت، ولا نبيل بيقولوا له يا بلبل؟ جت عليا انا. زينهم جنح المحامي حاضر مع المتهمه الست باليزا هانم، واود اولا اني اطلع على ايه؟ على المحضر يا استاذ، معانا كارت قبل كده. محضر القضيه، دخلت كارت قبل كده. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا استاذ. انت شايفه ان لبس زي ده في حته مقطوعه زي دي غلط عليك قوي يا غزال؟ والله اللي حلت يا باشا، والفقر مش عيب. يعني انا مش شايف ان في امر ضبط واحضار، او حتى حاله تلبس، او حتى فعل فاضح في الـ ايه، في الطريق العام يا استاذ. في الطريق العام تبقى فين بقى سيادتك الـ 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 القضيه؟ من الواضح ان انت قوي في القانون يا استاذ، وسريع في قراءه المحضر. لما انت شايفه ان انت سليمه كده جريتي من الدوريه ليه؟ وانا شرفني انها دوريه يا باشا، انا افتكرتها عربيه مسروقه فيها عيال شمامين بيعطوا على جت، ولا مؤاخذه يعني، وهم بيقولوا في التلفزيون ان عربيات الحكومه بتتسرق. يرضيك يا كنت ذبيحه يا باشا. قلبي واكلني قوي على البيت، تاخروا قوي. فلان ان شاء الله خير خير. بص ايه يا جماعه، في ايه؟ طمني، ايه الاخبار؟ زي ما قلت لك ده الاستاذ زينهم جنح، والاجر على الله. خدت 4 ايام بس. ده عادي عادي، خدت 4 ايام وده عادي.
طب يا دكتوره محتاج اسالك سؤال، ندخل في مرحله الخطر امتى؟ ما تاخد اعدام؟ ما انت كنت بتعمل معاه ايه جوه يا اسطى؟ ايه يا اسطى؟ بص ده البوس يا من ادم البوس. لا مؤاخذه يا اسطى ما يعرفش. لا صلوا على النبي، احنا في النهايه انا هخلصها لكم، هخلصها لكم. ده شكله هو اللي هيخلص عليها بقى. قلب عندك يا اختي، ما تلاقيش انا في ظهرك هطلعك منها، انا اطلعك منها. هي ما دقت على راس بول يا خلوص، يعني هي اول مره؟ انا بريزه قلت لك رجلي على رجلك في الشغل، خلعت المره اللي فاتت العيال عكشتك، والمره دي الحكومه عكشتك، وافتح لنا والسوق بيشغي. ما احنا لو لينا ظهر زي الراجل بتاع الحادثه بسلامته كان زماننا بره. ناس ليها غطا وناس عايشاها مرمطه. اه بريزه اختي، احنا هنقعد نقول شعر واحنا في النيابه ولا ايه؟ بقول لك ايه، ما تلفيني بوسه دخان. دخان برضه ماشي، كنفي دي يا اخي. اوعى يا اخي ماشي ناشف كده يا حصول. لو قولي لي انت قصدك مين بسلامته اللي انت قلت عليه ده؟ الراجل بتاع الحادثه بتاع الليله اياها. قصدك الدكتور؟ الدكتور. وده شفتيه فين؟ شايفاه بعينيا الاتنين دول وهو عمال يعط في مكنه الدرية. مكنه الدرية يا ابن اللعيبه. يلا يا اخي ماشي كده، يلا يا اخي. بالراحه يا اخويا، بالراحه. لا حصول ما تلاقيش يا بريزه، مش هسيبك مش هسيبك. تعالى هنا. انت رايح فين؟ ايه بس؟ بقول لك ايه يا ابو يا معلم، انت اسمك ايه؟ انت نسيت اسمك خلوص بيه؟ زينهم جنح المحامي اخويا. ما من عاشر روما راح امك. بقول لك يلا، انا شاكك ان انت محامي. ايه؟ اقبلي بالكارنيه. ايه؟ الكارنيه؟ اه اتغسل في البنطلون من يومين. وايه اللي خليك تغسل البنطلون؟ بص بقى، بمناسبه الغسيل 4 ايام وبريزه تبقى معايا في البيت، غير كده انا هغسل امك. ديل ديل اصلا. وانطر اروح امك. البت خدت 4 ايام افلانك، هسرح بمين انا بس؟ كان لازم بجد اشكرك على وقفتك معايا. مهما حصل مهما حصل يا عفا، انا عمري ما كنت هجيب سيرتك. ما انا عارفه، عشان كده جيت ولحقتك زي العاده. لكش يتمر. لا هيتمر. مش عايزه تقولي بقى جبتيني منين؟ ايه يا عمر؟ في ايه يا عمر؟ ما تفكك من ام الحوار ده وخليك معايا هنا. انا عارفه برضه يا حبيبتي، انا في ورطه، انا بجد في ورطه، ومحتاج اعرف يعني الفرح كان يوم ايه. هو ده يوم يتنسي؟ ده يوم الخميس الاخير يا قلبي. حلو قوي. انا صحيت عندك كان يوم السبت. الجمعه بقى اللي بتوينهم ده راح فين؟ اكيد عارفه عنه حاجه، او فاكره حاجه، او حاسه حاجه، او لمحه. ايوه حبيبي. انت مش عارفني؟ لا والله مش واخد بالي. انت اللي ولدتني. انا اللي ولدتك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا، افتكرتك. يا بس انت كنت بشنب ساعتها. فاكر طنط عفا؟ كانت بره على باب المستشفى. عفا بسوت بره. لسه في الجنان برضه زي ما هي. باي باي يا حبيبي. يبقى ناخد صوره سيلفي مع بعض. افتكر بقى يا عفا. معرفش، انا كل اللي اعرفه قلته لك يا عمر. انا جالي تليفون من رقم حضرتك، قمت رديت لقيت واحده بتقول لي ان انت مرمي في حته في الشارع، خدت بعضي على ملا وشي ورحت جبتك، بس ده كل اللي حصل. حلو قوي الكلام ده. الواحده دي بقى ركزي معايا، الواحده دي ما شفتيش، ما قلتليش حاجه. مثلا يا دكتور، مثلا لا. مثلا ولا شفتها ولا اعرفها، وما تضيعليش ام وقتي في الحوار الفاكسان ده يا حبيبي. خليك معايا بقى. احنا ايه؟ ايه يا عمر؟ ايه بقى؟ ايه؟ ايه؟ عفا بصي يا عفا حبيبتي، قول يا حبيبتي عشان نبقى برضه واضحين مع بعضينا. استنيه، انا اتغيرت خالص، مبقاش ينفع ارجع زي زمان. يعني تقدري تقولي كده تبت الى الله. بصي يا حبيبي، بصيت انا مش تحت امر حضرتك، تدخل حياتي وقت ما تحب وتخرج منها وقت ما تحب. عمر انا بحبك. عارفه ايه بحبك ولا لا؟ وانا تبت الى الله. عمو عمرو انت شاكرني؟ لا يا حبيبتي والله مش واخد بالي. انت اللي ولدتني. ولدتك برضه؟ ايوه افتكرت. سبحان الله. لما كان شعرها اهلا. ازيك؟ عامله ايه؟ كانت محجبه ساعتها. بس مش عارفه طنط هي اللي ولدتني. طبعا مش هيقدر يقرب لي لما بابا يقول له الكلام ده. ما ينفعش يكسر كلامه اصلا. بس ممكن يعمل لي حاجه كده من بعيد لبعيد. ايه جو اللبش ده؟ وبعدين صحيح هو مش عارف مكان المحل ولا ايه؟ ده اللي قلقني والله. ممكن يجي لي هناك بقى ويعمل لي مصيبه وتبقى فضيحه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مش ده الدكتور بتاع الحادثه؟ اهو. متفضحينه على الحادثه؟ ايه اللي كاتبينه ده؟ لا وايه؟ كل اللي عنده معجبات ستات بس.
بيدافعوا عنه بطريقه مش طبيعيه. تلاقيهم زباينه بتوع المستشفى ولا العياده. ده شكله مساوي الهوايل قوي. اسكتي، مش حابب يعملها معايا. بس انا ايه بقى، اديت له وش كده. ليه يا بنتي، ما تبطلي بقى فقر وفكيها شويه. استنى، الراجل اللي بيحب كتير بيكذب كتير، وانا ما بكرهش في حياتي قد الكدابين. وانت ايه اللي مخليكي متاكده قوي ان هو دون جوان عصره اوانه؟ مش يمكن يطلع مظلوم؟ مظلوم؟ المظلوم ايه؟ من اللي سمعته في المستشفى، من ممرضات في المستشفى، ممرضات كانوا شغالين معاه، وستات عيانين كانوا عنده زباين. ده ما صدقوا سمعوك اسمه وراحوا قايلين كلام كتير عني. ما انت عارفه بقى، الناس ما بتصدق تلاقي حكايه تتكلم فيها. ما كانش ناقصني بقى غير ان انا اشوفه، واديني شفته ليله المستشفى. والله قلت مع ادم حد صدقني. يا بنتي مفيش اضمن من الراجل اللي لافف وداير قبل الجواز، على الاقل اسمه شبعان. سلمى بصي بقى، الحب عند اللي زي عمر ده شبه الحياه، قطره ماشي وفي محطات كتيره قوي بيقف فيها كل شويه، انما عند اللي زي انا شبه الموت، ما بيجيش الا مره واحده بس.